ولما الإنسان نفسه تبقى أقوى منه ورغبته تسيطر عليه، قد يتعدى حدود ربنا ويغلط. ولما يغلط ربنا فتح له باب كبير قوي اسمه باب التوبة وباب القبول. هذا الباب لا يغلق في وجه الإنسان إلا في حالتين. الحالة الأولانية إذا وصلت الروح عند الحلقوم، قال صلى الله عليه وسلم، هو بيفسر القرآن، لأن ربنا بيقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيفسر فبيقول تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني الغرغرة هي صوت الروح وهي خارجة من الإنسان. لغاية الوقت ده الحمد لله رب العالمين ما فيش حد وصل له مننا، طول ما احنا بنسمع بعض دلوقتي باب التوبة مفتوح. طب والحالة التانية؟ الحالة التانية في أواخر علامات الكبرى ليوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. معنى الآية إن في آيات معينة من العلامات الكبرى لو حصلت لن تقبل التوبة بعدها، وهي خروج الشمس من مغربها. كل يوم الشمس بتشرق من المشرق، في يوم من الأيام ستشرق من المغرب، فإذا شرقت من المغرب بتطلع تسد باب التوبة. والحالة دي برضو إحنا مش فيها دلوقتي، وكأن الله أراد أن يقول دائما أيها الخطاء أنت مقبول إذا رجعت. ولكن بيلغي قدام الإنسان المعاني الراقية دي كلها شعور بيرميه الشيطان باجتهاد جوه قلب الإنسان اسمه اليأس من رحمة ربنا. واللي بييأس من رحمة ربنا بيضع كرم الله وعفوه في مقارنة بذنبه، وللأسف بينجح الشيطان يصور له أن ذنبه أكبر من صفة ربنا، صفة العفو وصفة التوبة سبحانه وتعالى منه التواب. بيبقى عامل زي الشخص اللي حاطط صباعه قدام عينه فمش شايف جمال الأكوان الفسيحة بسبب صباع صغير كده. فيجي القرآن في آيات عشرات الآيات والقصص اللي بتتكلم عن سعة قبول الله عز وجل لكبار الخطائين، حتى تكون رسالة لليائس من رحمة الله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.